100 fois 3 sur 2 هذه لا بويسونس 50 هذه لا بويسونس 50 غنفرق عليهم لا بويسونس فوا 6 على لا بويسونس موان 149 دونك غنفرق لا بويسونس على هاد جوج هي 6 على لا بويسونس 100 فوا 2 على لا بويسونس 100 فوا 3 على لا بويسونس 50 غنفرق هاد جوج هي 1 سور 2 على لا بويسونس 50 فوا 6 على لا بويسونس موان 149 دونك لاحظ عندي عدد من الضرب هنا عندي الضرب هنا عندي الضرب هنا عندي الضرب عندي 6 هنا عندي 6 هنا عندي جوج وجوج وكاين هاد ثلاثة هادي ثلاثة غنوصلو عليها في الآخر غنشوف هاد ستة مع هاد ستة هي الأولى أوكي غنشوف هاد ستة مع هاد ستة هي الأولى ونشوف هاد جوج مع هاد جوج دونك هي نجيبها حداها ستة أوس مية ستة أوس ناقص مية وتسعة وربعين مضروب جوج أوس مية نجيب هادي عندها هي سير دو بوسون سانكونت مضروب ثلاثة أوس خمسين مزيان دونك هادي هي ستة أوس مية ناقص 149 لان عندهم نفس الاساس 6 6 هنا عندهم نفس الاساس هي مضروب 2 اس 100 ناقص 50 هذه مضروب 3 اس 50 غتبقى كما هي مزيان دونك نجي نحسب هي 6 اس هنا اذا حسبت هي ناقص 49 ما خلانيش هذا ناقص هذا ناقص في الاس هو اللي بغيت نتفك منه ولكن انا ما نخلعش منه علاج لان انا عارف هنا كاينه جوج اس خمسين وجوج اس خمسين وثلاثة اس خمسين هي اللي غتعطيني ستة اس خمسين وغتحيد لي هاد ناقص لان ناقص هو لانفيرس ناقص في الاس راه هو المقلوب وملي كنقول لك المقلوب يعني اونتي ناتوريل هاد كا هذا خصو يكون اونتي ناتوريل يعني ما خصنيش نلقى فيه واحد على واحد على شي حاجة هذا ما بقاش اونتي ناتوريل هذا يبقى ديسيمال اوكي نكمل مضروب في جوج أس خمسين مضروب في ثلاثة أس خمسين أنا كنظن بلي راه بانت لكم الفكرة هي ستة أس ناقص 49 مضروب هنا عندي نفس القوة هي جوج في ثلاثة لكل أس خمسين اللي كتساوي ستة أس ناقص 49 هادي إلا حسبتها هي ستة أس خمسين عندي نفس لاباز هنا دونك كا إيكال ستة أس ناقص 49 زائد خمسين اللي كتساوي ستة أس واحد اللي هي ستة دونك كا إيكالا سيس دونك كا إيطان أونتي ناتوغيل اللي هو سيس يعني هادشي كامل راه كيساوي غير ستة أوكي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله هاد الفيديو مخصص للتلاميذ ديال تالتة إعدادي عبارة عن تصحيح ديال بعض التمارين ديال الدرس ديال لي بويسونس كما كتشوفوا هنا التمرين الاول كالكولي اي سامبليفي من بعد التمرين الثاني سامبليفي لي دو زيكسبرسيون التمرين الثالث لي كريتير سيونتيفيك اي التمرين الرابع مختلف في الصعوبه دونك غنبداو بسم الله نبداو بالتمرين الاول هو هذا التمرين الاول كالكولي اي سامبليفي لي زيكسبرسيون سويفونت الله دونك كالك احسب و ابسط دونك هنا عندي 5 على بويسونس موان 7 فوا 2 على بويسونس موان 7 اول ملاحظه هنا هي انني غنستعمل القاعده ديال ا على بويسونس ان فوا بي على بويسونس ان لان عندهم نفس القوه ان في هذه الحاله هو ناقص 7 هي ا فوا بي 2 على بويسونس ان اوكي داكور مزيان ونفص قلنا هي 5 فوا 2 لو تو على بويسونس موان 7 هنا غنجا نكتب 10 على بويسونس 4 كما هي هنا عندي 10 على بويسونس موان 2 لو تو على بويسونس 3 بويسونس 2 10 هي 10 على بويسونس ان لو تو على بويسونس ام هذه هي 10 على بويسونس ان فوا ام يعني ملي كتكون قوة تو قوة كندير الضرب بين القوى مزيان هنا كان اللي كتكون نفس القوة كنجمعهم في قوس بالضرب يعني كنجمعهم بعملية الضرب بالعملية اللي هنا سواء الضرب سواء القسمة كتبقى نفس القاعدة دونك غنشوفوها من بعد دونك هادي هي 10 على بويسونس موان 2 فوا 3 كيتيكال هادي غنحسبها هي 10 على بويسونس موان 7 سيغ 10 على بويسونس 4 فوا 10 على بويسونس هادي إلا حسبتها غنلقى موان 6 مزيان دونك غنجي غنكمل هنا égale 10 à la puissance moins 7 sur
10 على بويسونس. هنا غنجي غنطبق عاوتاني نفس هذه القاعده هذه ديال القوه 10 10 على بويسونس ان فوا 10 على بويسونس ام ايغال 10 على بويسونس ان بلس ام، سواء كانوا بوزيتيف ولا نيجاتيف الجمع. دونك هنا غنجمع 4 زائد ناقص 6 يا تعطيني ناقص 2 4 بلس موان 6 ايغال 10 على بويسونس موان 7 سور 10 على بويسونس موان 2. وحنا كنعرفوا باش يطلع هاد 10 على بويسونس موان 2 البسط خصني ندير ليها الموان في لا بويسونس. دونك اللي كنقول لك 10 على بويسونس ان ولا موان ان هي 1 سور 10 على بويسونس ان. اش كيعني هذا؟ يعني اذا كان عندي هنا 1 سور 10 على بويسونس موان ام واحد العدد، هذا راه كيساوي 10 على بويسونس موان موان ام اللي كتساوي 10 على بويسونس بلس ام اللي هي نيت 10 على بويسونس ام. دونك هذه الا طلعت كيفاش غتولي؟ غتولي هي ايغال عفوا ايغال 10 على بويسونس موان 7 فوا 10 على بويسونس موان موان 2 اللي هي 2. هنا كنرجع للخاصيه ديال الجمع موان 7 بلس 2 كيتيغال 10 على بويسونس موان 5. وهذه هي النتيجه. مزيان العمليه الثانيه ممكن نفيري في هاد الشيء واش خدام. دونك صار ريكورد 4 دقائق ديجا مشات. دونك غنزرب شويه هنا عندي على بويسونس موان 2 وعندي هنا على بويسونس 2. هاد الغاسين دو 8 كنعرف بلي كيساوي هو دو غاسين دو 2. حنا كنعرفو بلي غاسين دو 8 ايغال غاسين دو 2 على بويسونس 3 ايغال غاسين ديال 2 فوا 2 على بويسونس 2 اللي هي 2 غاسين دو 2. دونك هي الاولى غنخدم عليها خصني نكون ذكي في الاجابه كنلاحظ. دونك 1 سور 2 على بويسونس موان 2 فوا هنا 2 غاسين دو 2 سور 2 2 على بويسونس 2. هنا غتختزل هادي مع هادي باش غيبقى ليا 1 سور 2 à la puissance moins 2 fois racine de 2 au carré. Racine de 2 au carré. On va mettre là. Elle dit A. Elle dit B. Je vais terminer B. Là. Donc là, 1 sur 2 à la puissance moins 2. Schnee, il y a racine de 2 à la puissance 2. Ah, je vais mettre là. Oui, je vais mettre là. Schnee, il y a racine de 2 à la puissance 2. J'adore itnan ou sitnan. تجدر مع أوس 2 كتختزل ها هي دا العكسية. المهم غتشوف الدواء من بعد هي فوا 2 فوا 2. دابا غنرجعو لديك الخاصية اللي قلنا ديك الساعة ديال واحد هنا شفناها على 10 نشوفوها أنا دابا على أن نومبغ أون جينيرال أ أ لا بويسونس موان إن إيكال أن سور أ أ لا بويسونس إن أفيك هنا أ ديفيرون دو زيرو باش ما يكونش في المقام. دونك غنطبقها هنا هي 2 سور 1 على بويسونس 2 فوا 2 اللي هي 2 او كاري فوا 2 كيتيكال 4 فوا 2 كيتيكال 8. دونك فوالا النتيجة ديالنا سي. عندي هنا كنلاحظ بلي خصني اول حاجه دونك نتوما من طبيعه الحال غتحبس وغتحاول تخرج لي زيكزيرسيس كلهم حتى ما تعرفش عاد تشوف الاجابه تشوف لا كوريكسيون. دونك انا غنكمل عندي هنا 2 2 المقام غنجمع المقام واحد. دونك غنلقى هنا 3 زائد 1 هي 4 على 2 اس ناقص 4 نضرب في 2 اس 4. هذه الا حسبتها 4 على 2 هي 2 هي 2 اس ناقص 4 نضرب في 2 اس 4 اللي كتساوي جوج أس ناقص ربعة زائد ربعة. هذه هي القاعدة اللي كنا قلنا ديال ها هي هذه اللي قلنا لا لا هذه كنا قلنا شنو قلنا عليها؟ قلنا أ على بويسونس إن فوا أ على بويسونس إم كاين نفس لا باز نفس الأساس هي أ على بويسونس إن
بلس ام. اوكي خدمنا بها، راه خدمنا بها، خدمنا بها افون. فين خدمنا بها؟ خدمنا بها هنا مثلا. اوكي اوكي نكمل. ناقص 4 زائد 4 هي 0. دو لا بويسونس 0 ايغال شحال؟ ايغال لا 1. دو لا بويسونس 0 ماشي هي 2، دونك سي ايغال لا 1 دي. دونك هنا كنلاحظ اول حاجه كما قلنا خصني نلاحظ عندي 3 اس ناقص 1 هي المقلوب ديالها. شنو هي 3 اس ناقص 1؟ هي المقلوب ديال 3. 3 اس ناقص 1 تساوي 1 على 3. وغنكمل، هي 1 على 3 زائد 2 على 3، هذا الشيء اس ناقص 2 الكل اس 3. شتي دابا ملي كتبتها هكا ولا عندي مقام واحد، نجي نحسب 1 زائد 2 هي 3، 3 على 3 هي 1، هي 1 اس ناقص 2 الكل اس 3 اللي هي 1 اس ناقص 2 هي 1، 1 اس 3 هي 1، دونك 1 هنا لقينا 1 او. دونك هنا عندي الغاصين، عندي لا بويسونس دي بويسونس. الحل ديال هادي غتشوف الغاصين مع لا بويسونس 3 ما غاديش تعرف اش غدير، ولكن الحل ديال هادي هو انك تكتب شنو هي لا بويسونس دي بويسونس. كنعرفو حنا، كنعرفو حنا بلي هذا كامل غنعتبرو عدد جذر 2 على جذر 3 كله غنعتبرو واحد العدد، غنعتبرو واحد العدد اكس ياك. عندي اكس اس 3 الكل اس 2، شوف هذه كتساوي اكس اس 3 في 2، اللي كتساوي اكس اس 2 الكل اس 3. وملي غتكتبها هكا اس 2 وغدير هنا اكس اس 2، اكس اس 2 اس 2 مع الجذر غادي تختزل. دونك ربما واضحه الفكره، وغنجي نطبقها مباشره. هي جذر 2 على جذر 3 اس 3 في 2 اللي كتساوي جذر 2 على جذر 3 الكل اس 2 الكل اس 3. دابا غندخل اس 2 غتعطيني 2 على 3 الكل اس 3 اللي غنحسبها هي 8 على 27. خابي دونك التمرين الاول سالينا معاه، غندوز للتمرين الثاني نتمنى يكون مفهوم. دونك لا كوركسيون هي هادي. دونك جو باس مزيان، جو باس ديجا ديجا دازت 10 دقايق. كوركسيون دو ليكزارسيس 2، ها هو ليكزارسيس 2 هو هدا. اوكي شنو قال لي هنا؟ قال لي اي بيزون نوبغي نورمي غير منعدمي تلكو ا ديفيرون دو 3 سامبليفي لي زيكسبرسيون سيفون. بسيط بسيط. دونك هنا القاعده ديال موانز هي الاولى، غنلاحظ كنلاحظ بلي هي غنطبقها هنا. دونك من طبيعه الحال نتوما غتمشي غتخدم التمرين بوحدك، ها تي فا ترافاي هاد التمارين بوحدك حتى ما تلقاش الحل، ولا حتى تلقى الحل عاد تجي تفيريفي لا كوركسيون. دونك هادي هي اش هي؟ 1 بلس. دونك هنا الا طبقت، الا طبقت القاعده اش كتقول؟ ا على بويسونس موان زان ايغال 1 سور ا. هنا ا ديفيرون دو زيرو. علاش؟ علاش هنا عندي الحق؟ دونك غنكتبها، غنكتب هي غنطبقها هنا. العدد كامل هو ا سور بي دو تو على بويسونس موان زان، هي اش؟ هي بي سور ا. ولكن خص هاد ا يكون ديفيرون دو زيرو، وهنا عندي الحق نكتبها لان 3 ناقص ا تخالف صفر، لان ديجا قال لي انا بلي ا تخالف 3. دونك هي 1 بلس ا سور 3 موان ا، هادشي كامل اس ناقص 1. وغنحسب
مش كالكول ايغان غنحسب الداخل اوكي هي 3 ناقص ا على 3 ناقص ا يعني هذه هي 1 زائد 1 زائد ا على 3 ناقص ا الكل ناقص 1 دابا عندي نفس المقام دونك يمكن لي نحسب دونك على 3 ناقص ا هي 3 ناقص ا زائد 1 زائد ا كل ناقص 1 تساوي دونك هي ناقص أ زائد أ هي زيرو، ثلاثة زائد واحد هي أربعة، على ثلاثة ناقص أ، الكل أس ناقص واحد، أس ناقص واحد غنجي نطبق عاوتاني نيت هادي، أس ناقص واحد لانفيرس، دونك غتعطيني المقلوب، اللي هي ثلاثة ناقص أ على أربعة، تو سامبلومون، هادي هي لا ريبونس ديال أ، دونك بي، بي أون فوا ترافاي بي، بي هنا خصك تكونسونطرا مع لي بويسونس، دونك ب يقال غنعزل الاعداد بوحدهم وغنعزل ليكسبرسيون اللي فيها ا بوحدو دونك غندير هي 2 سور 3 فوا 2 فوا 7 عندي الحق حيت هنا كلشي الضرب هنا الضرب هنا هو الضرب هنا هو هنا هو هذا الضرب هذا الضرب ضرب ضرب دونك ما كاينش مشكل دونك 3 فوا 2 فوا 7 هنا 2 فوا هنا أ على بويسونس 5 فوا أ على بويسونس 11 فوا أ على بويسونس 3 على أ أوس 4 نضرب أ أوس 2 نضرب أ أوس ناقص 3 دابا عندي نفس الأساس دونك غنجمع القوى بعضياتهم هنا نختزل بجوج 3 في 7 3 في 7 نكتبها هي 21 نضرب أ أوس 5 زائد 11 زائد 3 على أوس 4 زائد 2 ناقص 7 كتساوي 1 على 21 مضروب في أوس غنحسب هنا 5 زائد 11 16 19 على 6 ناقص 7 هي ناقص 1 أوس ناقص 1 تساوي 1 على 21 ناقص 1 يعني هي أوس 19 في أوس ناقص ناقص 1 هي أوس 1 اللي هي أ كتساوي أوس 19 زائد 1 اللي هي 20 على 21 هنا تكون فهم هنا درت الجمع 19 زائد 1 اوكي هنا واحد منين جاني ديك القاعدة اللي كنا قلنا ديك الساعة كنا قلنا بلي 1 سور أ على بويسونس موان زان هي أ على بويسونس موان موان أ موان 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 زان اللي هي أ على بويسونس بلوس 1 اللي هي 1 دونك هادي راه فيت شفنا ديك الساعة دونك جو باس ليكزارسيس 3 تخوفي ليكريتيغ سيونتيفيك دي نومبر سويفون سي بيان كوريكسيون دو ليكزارسيس 3 اي تيغال دونك جو كخوا نقدر نجاوب غير هنا نيت اوس 51 ياك الكتابة العلمية شنو كنعرف انا في الكتابة العلمية خصها تكون مكتوبة على شكل ا في 10 اوس ان ان اونتي ماشي اونتي اونتي غولاتيف وي اونتي غولاتيف ان اونتي غولاتيف يقدر يكون موجب ولا سالب ا الي انفيريور ستريكتومون ا 10 يسيبرور قال ان هي الكريتير سيونتيفيك تو سامبلومون دونك هنا نشوف نحرك الفاصله حتى لهنا دونك 1 2 3 دونك هي 2.5 1 7 3 0 1 في 10 اس دونك شحال حركت انا اليسار دونك خصني نضربها في 10 اس نضربها في 10 اس 3 يلا باش غترجع لبلاصتها اوكي فهم في 10 اس 51 مزيان ا ايكال 2.517301 فوا 10 على بويسونس 3 بلوس 51 ايكال 2.517301 فوا 10 على بويسونس دونك 3 زائد 51 هي 54 تخي بيان بي بي ايكال دونك اول حاجة كيما لاحظتو معايا كنشد هاد العدد هذا كنكتبو كتابة علمية
وكتكون الكتابة علمية، أنا أصلا عندي فيها واحد الجهة فيها 10 أس، كتولي عندي القوة ديال العدد 10، وأنا موالف نخدم على القوان سامبلي فيهم كما شفنا هنا. يعني ما عنديش مشكل غنسامبلي فيه بسرعة، يعني كفي نكتب هاد الكتابة هكا سواء هنا سواء هنا سواء هنا، عاد ديك الساعة نتعامل مع القوة ديال العدد 10. دونك داكشي غندير هنا. دونك عندي الموان، ها هو الموان 6.9، ونشوف شحال باش تحرك الفاصل الاول فين، واش اليسار ولا اليمين. دونك من هنا 1 2 3 4 5 6 7، دونك 7. دونك هادي باش تحرك هاد هنا ضربتها في 10 اس ناقص 7. اوكي، ولا نحسب الاصفار 1 2 3 4 5 6 7، قلنا بجوج طرق صحاح. عاد هادي دابا ضربتها 10 اس ناقص 7، يلاه تولي هادي عاد مضروبه في 10 اس 23، اللي غتساوي ناقص 6.9 في 10 اس، قلنا الجمع ديال القوى زائد 23، اللي كتساوي ناقص 6.9 في 10 اس. دونك 23 ناقص 7، 23 ناقص 7 هي 16 جو كخوا، نشوف هي هاديك سي. سي كتساوي دونك نفس الشيء هنا، غنحط الأعداد بوحدهم ونحط القوى ديال 10 بوحدهم، وهنا كتساوي 3.2 مضروب في 5، حيتاش عندي الضرب هنا وهنا وهنا وهنا، ما عنديش مشكل. دونك سور 4 فوا 10^-1 فوا 10^، هنا قلنا قوة قوة هي 2 × 3 اللي هي 6 سور 10^-2. غنحسب هادي 5 في 0.2 هي 1 15، دونك عندي 16/4 في 10 أس ناقص 1 + 6 هي 5 على 10 أس ناقص 2 4 16/4 هي 4 على 10 أس، قلنا 5 مضروب الضرب هنا ناقص ناقص 2 هي + 2 اللي غتساوي 4 في 10 أس 7. وهذه هي الكتابة العلمية ديال السي، يعني هذا التعبير كامل ما يخلعكش، غتبع غير لا ميثودولوجي والقاعدة وكتخرج النتيجة. دونك وحنا تقريبا سالينا، حنا تقريبا سالينا اخر تمرين، مع اخر تمرين دي تيرميني لا فالور دي نومبر اونتي ان تيل كو اوف اكزرسيس 4. دونك بارطاجيو هاد لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل الفائده، وكذلك باش تشجعونا. راه كما كتشوفوا شحال هادي وحنا كنلوحوا لي فيديو ديال الافاده وديال الاستفاده ديال الرياضيات، ورغم ذلك ما كاينش تحسن، نسبه المشاهده كتبقى ديما ضعيفه. دونك بارطاجيو الله يرضي عليكم، بارطاجيو بارطاجيو هاد التقاشر هادو كما قال السي مصطفى، بارطاجيو هاد اللعيبات هاد الاتواش هادو، بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده. دونك هاد التمرين 4 شويه قصح صراحه، شويه نيفو طالع، ماشي الا كانوا هادو كلهم تمارين نيفو نيفو 2 ولا 1، هذا نيفو 3 باغ اكزومبل، دونك هذا نيفو 3. غنشوفو الاولى، ديتيرمين لا فالور دي نومبر اونتي ناتورال ان تيل كو. دونك اول حاجه غتخدم هذا الشيء بوحدك الا فهمتيه، تحاول تخدم تخرج بوحدك، ما تشوفش لا كوريكسيون، حيت الا شفتي لا كوريكسيون ديريكتوم ما تستفدت حاجه، عاد من بعد غتجي تشوف لا كوريكسيون. دونك هنا كنلاحظ بلي 9 3 27 81، هادو كلهم سوسون دي بويسونس ديال 3. ها 27 هي 3 أس 3، 9 هي 3 أس 2، 81 هي 27 × 3 هي 3 أس 4. دونك هذاك الشيء اللي غندير، ديتيرمينون لا فالور دو دو ان. ديتيرمينون لا فالور دو ان تيل بحيث 9 أس 2 ناقص 1 مضروب في 3 أس ن + 1 الكل على 27 أس ن + 3 يساوي 81. سيتادير هذا يعني تلك بحيث، هذا يعني بحيث، سيتادير بحيث، وغنجي غنكتب ولا بلاتي باش ما تخربقوش ليا، حيتاش غنزرب هنا شويه، كنت غنزرب غنمشي بشويه، ونا غنمشي بشويه سعود عفوا
سعود أس جوج إن ناقص واحد هي شناهي تسعة؟ تلاتة أس جوج هي تسعة، دونك هاد التسعة هادي غنكتبها هي تلاتة أس جوج، تلاتة أس جوج عاد القوة ديالها هادي كلها راه القوة ديال تسعة، هاد الشي كامل غنديرو قوة وقوة، جوج إن ناقص واحد مفهوم؟ ونفس الشيء غندير هنا ونفس الشيء هنا، دونك هاد الورقة توسخات، ناخد ينوض دونك هنا قلنا نف على بويسونس دو زين موان زان هي تخوا على بويسونس دو بلوتو على بويسونس دو زين موان زان اي وهادي اون كا نف يقال تخوا او كاري اي او ميم طون 27 على بويسونس ان بلوس 3 هي هي 3 على بوسونس 3 لان 27 هي 3 على بوسونس 3 اوكي عاد لو تو على بوسونس ان بلوس 3 بون عاد غنجي نكتبهم هنا مزيان سي تادير غنعوضهم غنعوضهم في هاد اكسبرسيون هادي ديال اللي عندي مزيان قلنا حنا خدامين دابا على مازال الاولى دونك نجي نعوض هادي قلنا هي 3 أس جوج لكل أس جوج إن ناقص واحد مضروب 3 أس إن زائد واحد على 27 قلنا لقينا هي هي عفوا عفوا هي 3 هي 3 أس أس 3 كل أس إن زائد 3 دونك غنبسط هاد الكتابات هادو قلنا كتساوي 81 شنو هي 81 قلنا هي 3 أس 4 27 في 3 هنا قلنا 81 هي 3 3 أس 4 3 أس 4 اوكي مزيان دونك سيتادير دونك هي 3 أس قوة قوة قلنا اش كنديرو كنديرو الضرب هي جوج مضروبة جوج إن ناقص واحد مضروب في 3 أس إن زائد 1 على 3 أس 3 مضروبة في إن زائد 3 كتساوي 3 أس 4 سينيفي كو هذا يعني أن هذه هي 3 أس 4 إن ناقص 2 مضروب في 3 أس إن زائد 1 على 3 أس 3 إن زائد 3 في 3 هي 9 تساوي 3 أس 4 دابا ولات عندي قوة ديال 3 ستادير هي 3 أس 4 إن ناقص 2 زائد إن زائد 1 على 3 أس 3 إن زائد 9 كتساوي 3 أس 4 ستادير خصني ما ندير حتى شي خطا باش تخرج لي الريزلت صحيح دونك هي 3 أس 4 إن زائد إن هي 5 إن ناقص 2 زائد 1 هي ناقص 1 اللي هي مقسومة على 3 أس 3 إن زائد 9 كتساوي 3 أس 4 وغنطرح القوة ديال المقام من القوة ديال البسط لأن أنا كنعرف ديجا القاعدة اش كتقول كتقول لي القاعدة إلا كان عندي أ على بويسونس إن سيغ أ على بويسونس إم هي أ على بويسونس إن موان إم هي اللي غنطبق هنا دونك هي 3 على بويسونس 5 إن موان زان موان 3 إن موان 9 حيتاش موان بين قوسين غتعطيني موان هي 3 على بويسونس 4 ستادير ونشوف شحال غيعطينا شي هي 3 على بويسونس 5 ان موان 3 ان هي 2 ان موان زان موان 9 هي موان 10 ايكال 3 على بويسونس 4 ستادير دونك هادشي كيعطيني معادلة دابا حصلت على ان 3 اس اكس تساوي 3 اس 4 بحيث افيك اكس كيساوي جوج ان ناقص 10 حنا بغينا ان هنا حنا اش كنقلبو حنا كنقلبو على لا فالور دو ان تروفي ان تيلكو دونك غير تبعو هاد المراحل دقه دقه راه ما عندكم فين تلفو راه كلشي لوجيك دونك هنا سيتادير كو دوزين موان 10 ايكال 4 يعني انا دوزين كتساوي 4 بلس 10 غندي 10 جهه اخرى مع غير الاشاره
هي جوج ان كتساوي 14. دابا خصنا نقسم على جوج باش نلقى عندنا ندير الضرب. ان كتساوي 14 على 2 اللي كتساوي 7 و ان قال لها 6. جو لا فينالمون ان قال لها 6. هذه هي لا كوريكسيون ديالها. نتبعوا شويه عليكم ديال هادي. اوكي مزيان. اون باس ندوزو لاخر. هنا قال لي بروفي كل نومبر ك ايتامونتي ناتوريل، بين ان هذا العدد ك هو عدد صحيح طبيعي. ما نطلع ما والو. كما قلنا الملاحظه ديما الملاحظه، حاول تلاحظ شنو عندي. دونك عندي 12 و600، المهم 3 على جوج 50، 6 و ناقص 149. دونك اش كنلاحظ هنا؟ كنلاحظ كاين 3 جوج وكاين 6. 6 راه هي على شكل 3 في جوج، وكاين حتى 12، 12 هي 6 مضروب في جوج. المهم داكشي شويه معنكش، ولكن مخرجني حيتاش كاين 6 و جوج و 3 و جوج، هادو هما اللي كاين الاعداد الوحيدين اللي كاينين. انا غنمشي معاهم دقه دقه. دونك 2 دوزيامو بروفون كو ك تان اونتي ناتوريل، اون ك ايتيغال 12 على بويسونس 100 fois 3 sur 2 à la puissance 50 fois 6 à la puissance moins 149. Donc, à 12, il y a l'oula en ktiba à l'échelle de 6 f juge. K égale 6 fois 2, le tout à la puissance 100 fois 3 sur 2, c'est-à-dire la puissance 50, c'est-à-dire la puissance 50, on va faire rappeler la puissance, fois 6 à la puissance moins 149. Donc, on va faire la puissance à l'échelle de juge, il y a 6 à la puissance 100. fois 2 à la puissance 100 fois 3 à la puissance 50. On va faire le juge, il y a 1 sur 2 à la puissance 50 fois 6 à la puissance moins 149. Donc Allah, on a dit le darb, 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 on a dit 6 هنا, on a dit 6 هنا, on a dit juge, juge, juge. Ou qu'il y a 3 هذه, il y a 3 هنا, on a dit le darb. On va voir cette 6 مع cette 6 هي الأولى. Ok? On va voir cette 6 مع cette 6 هي الأولى. On va voir cette juge مع cette juge. دونك هي نجيبها حداها 6 و 600، 6 و ناقص 149 مضروب جوج و 600، نجيب هذه عندها هي سير 250 مضروب 3 و 50. مزيان. دونك هذه هي 6 و 600 ناقص 149، لان عندهم نفس الاساس 6 6، هنا عندهم نفس الاساس هي مضروب جوج و 600 ناقص 50، هذه مضروب 3 و 50 غتبقى كما هي. مزيان. دونك اجي نحسب هي 6 اس، هنا الى حسبت هي ناقص 49، ما خلانيش هذا ناقص، هذا ناقص في الاس هو اللي بغيت نتفك منه، ولكن انا ما مخلوعش منه. علاش؟ لان انا عارف هنا كاينه جوج اس 50، وجوج اس 50 و 3 اس 50 هي اللي غتعطيني 6 اس 50 وغتحيد لي هذا الناقص، لان ناقص هو لانفيرس، ناقص في الاس راه هو المقلوب. وملي كنقول لك المقلوب يعني اونتي ناتوريل، هاد الكا هدا خصو يكون اونتي ناتوريل، يعني ما خصنيش نلقى فيه واحد على واحد على شي حاجة. هذا ما بقاش اونتي ناتوريل، هذا يبقى ديسيمال. اوكي نكمل. مضروب جوج اس 50 مضروب 3 اس 50، انا كنظن بلي راه بانت لكم الفكرة. هي 6 اس ناقص 49 مضروب، هنا عندي نفس القوة هي جوج في 3 لكل اس 50 اللي كتساوي 6 أس ناقص 49، هذه إلا حسبتها هي 6 أس 50، عندي نفس لاباز هنا. دونك كا إيكال 6 أس ناقص 49 زائد 50 اللي كتساوي 6 أس 1 اللي هي 6. دونك كا إيكال 6، دونك كا إيتامونتي ناتوريل اللي هو 6، يعني هادشي كامل راه كيساوي غير 6. أوكي داكور، هاهي لا كوريكسيون. دونك جو باس لاخر سؤال، اخر سؤال، اخر سؤال. دابا اللي ضبط هاد التمارين اللي درت اليوم بوحدهم مع الكور راه بارك عليه من لي بويسونس، يدوز للتيوغيم دو طاليس ديريكت ريسيبروك.
دونك صافي نحيد لا كوريكسيون، دير بوز لا كوريكسيون الا ما فهمتيهاش. دونك جو باس مونطري كو montrant que trois les africains صحابنا من طبيعة الحال ما كاين لا راسيزم لا والو. دونك اش كنقول 3 حيت اش كاين 6 6 الارقام 3 3 3 اوكي وبغينا نبينو هادي. دونك شوفوا معايا خدمها بوحدك الا ما لقيتيش لا سوليسيون جي تبع معايا. اون 3 3 3 3 3 و كاري بلس 4 4 4 4 4 4 يا هذيك و كاري ايتيغال هادشي كيساوي شو كي غنكتبها هي 3 فوا 1 1 1 1 1 بلس هادشي كامل و كاري 4 فوا دونك هي هاديك ستة د الأرقام أو كاري. هادشي أش كيساوي؟ كيساوي هادي ياش ندير أو كاري هي نوف هي تخوا أو كاري فوا أن 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 أو كاري بلوس كاتر أو كاري فوا أن 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 أو كاري لي هي غنعمل بهادو. شوف عندينا نفس العدد غنعمل به أن 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 او كاري ما ننساش لو كاري عامل 3 اس 2 زائد 4 اس 2 اللي كتساوي نحسب هادي هي شنو 3 اس 2 زائد 4 اس 2 هي 9 زائد 16 هنا كاين الضرب بطبيعة الحال فوا 1 او كاري ايتيغال شنو هي هادي هادي هي 25 فوا بانت ليكم ياك كنظن بلي الفكرة باينة يعني غير استوس بسيطة وكنت انا خرجت التمرين. دونك او كاري هنا غنعاود ندخل دابا ارد بحال ديك اللعبه اللي درت هنا ندير العكسيه ديالها هنا. دونك هنا هي 5 مضروب في 11 لو تو كاري وملي غتجي غتحسبها تلقى 5 5 5 5 5 5 او كاري وانا لقيت بلي اون الوغ بوان فينال. دونك طلعونا فريوسكوم ما تنساوش فينال. دونك طلعونا فريوسكوم ما تنساوش مشاركة الفيديو مع الأصدقاء ديالكم، بارطاجي الفيديو، أبوني، جيم لاباج فيسبوك، فولو، دي كومونتير، غرق داكشي. المهم بغيت تكون لاكتيفيتي ولاكسيون باش نعاود اللوح، راه إلا ما كاينش التشجيع راه من طبيعة الحال ما غاديش ما غاديش نستمر. دونك عافاكم بارطاجيو وشجعونا نكملوا في لي مات اون جينيرال. وان شاء الله الى تقبل الى لاشين تحركات غنلوح شي حوايج زوينين ديال الميم ديال لا فاكولتي وديال لي كلاس بريبا لي زونتيغرال بولير وسفيريك شي حوايج لي عاقل عليهم زوينين فيهم حلاوه ديال الخدمه سيونتيفيك. دونك طلعونا فريوسكوم هادشي اللي كاين ومع السلامه الى اللقاء.